البحر اش يقول لك؟ لا عطيتك 1000 ريال غنحاسبك بالريال بالريال. الله يجعل البركه. الله يجعل البركه. الحمد لله. كيشحوط مدا الله. سير الريح ضرب. صباح الخير عليكم اخوان، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. مرحبا بكم اخوتي في فيديو جديد في قناه جازول حمزه. اول حاجه اخوتي كنشكركم بزاف بزاف على لي لايك والكومونتيرات الزوينين والسيبورت ديالكم اخوتي، شكرا شكرا من القلب اخوتي. اليوم كيف ما كتشوفوا جيت للبحر وباقي الظلام طايح، الليل باقي تقريبا 6 الصباح هذه اخوتي. وجيت بكري عند واحد الرئيس اللي الله يعمرها دار، باش اخوتي ندير انا وياه واحد التحدي هنايا اللي ديجا خدمناه البارح وما بقاش عليا الحال اخوتي، ومشيت واليوم الصباح جينا نكملوه. والتحدي اخوتي هو الصيد بالشبكه، صوبناها اخوتي البارح اللي كانت كامله مخربقه وكامله مخبله. المعاناه صراحه البارح دوزت انا وياه هنايا، تخيل لي اخوتي نهار كامل وحنا كنقادو فواحد الشبكه اللي كانت فواحد الحاله يرتلاها كما كنقولوا. غادي نوجد راسي اخوتي، غادي نخليكم تشوفوا اخوتي بعض اللقطات اللي كنا كنصاوبوا في الشبكه، واحد المعاناه دوزنا البارح اخوتي. عاودت لكم كيفاش دازت، عاد ديك الساعه غادي نهبطوا ونشوفوا اشنو شدت لينا هاد الشبكه اللي بيت الليل كامل في البحر. الرئيس حسين، السلام عليكم الخوت، كي داير مع الصحه؟ ليك بخير هانين، الله يحفظكم وتنشكركم بزاف. الله يحفظكم الخوت، الله يحفظكم خوشي. الرئيس راه الله يعمرها دار، وجيت عنده خوشي على اساس باش غادي نصاوبوا واحد الطريقه في الصيد ان شاء الله، وهي كيفاش كتكالي الشبك. هو دابا راه كيك اش كدير دابا الرئيس؟ تنصطاري الشبكات اخويا، دابا تنصطاري الشبكات باش غنكاليوهم، والصباح ان شاء الله غنقلبوهم نحيدو منهم الحوتات اللي غيجيب الله. عالم ولا لا كانوا تخبلوا لينا، ها تشوفها باقيين تنفكوا فيهم، ها كانوا تفكوا تخبلوا لينا، حنا باقيين تنفكوا. البحر اش يقول؟ قال لك انا عليا بالخبلاني وانت عليك بالفكاني، هذا هو البحر. كاي الله العظيم، تعطيك حوتات وشويه تيخبل لك الشبيكات ويخليك تتفك تفك. الله العظيم البحر اش يقول لك؟ الا عطيتك 1000 ريال غنحاسبك بالريال بالريال. علاش؟ من تجي الموبيطه بقى تسنى تيطيح البحر ثاني باش يعطيك واحد البركه. كاين هذا هو البحر، هذا هو البحر. هاتو الخوطه كيفاش نفكوا الشبكه، حيت البحر كان قاصح شويه و ولخبلنا علينا البحر. اه الله يجعل البركه، راه تدبر علينا به البركه، الله يجعل البركه. حوتات المهم كاش تجيبوا لنا، المهم كاين الحمد لله. الحمد لله كاين، المهم الحصيله الحمد لله. راه هو كاين شويه التماره، راه ماشي ساهل هذا الشيء، هذا الشيء راه تيبغي شويه الخدمه. هذا هو يكون عندك الصبر ديال هذا الشيء، الا ما كانش عندك الصبر ما تقدرش تفك هذا الشبكه. راه حط فيها يدك يطلع لك الدم وتدخل لك بصح. راه انا دابا راه خدمت معك شويه وحسيت بالعيا، والله العظيم جا حسن عوان. انا مولف انا بحالك فهمتي؟ اه بصح. علاش؟ الا ما صيفتيهاش غدا غتصبح مبردي. مبردي اه. غتصبح عندك تريا. تريا، يعني مز منك. على سلامتنا اخوتي بدا كملناها. الرئيس. والله الا الرئيس عالم اخوتي، عرفتي كنجي هنايا والله الا كنفوج اقسم بالله. حتى جينا اخوتي بشي حجرات غادي نهبطوا لهم من البحر باش نجيبوهم. شو على غروب اخوتي كيدير ما شاء الله، شوف اجواء كيديره واعره واعره. شي طريحه هنايا دابا في هاد الوقيته، شي كويفته ياك الريف. راه هذاك الشيء اللي كنحبو الشبكه. بس الزوين ما تيخليناش بلاش. وعلى الله يا ربي. خوت راه باقي البحر شويه قاصح ماشي ديال داك. دابا هاد الحجره هذه شوف كيفاش غندير لها. هاي الشا هاي غتدخل القلبه من هنا من تما كيشرم كيشرمها. هاي الشا القلبه من هنا غتدخل باش ما تبقاش تملص على كتهرس على السكر. هاك هاك كول، هاك بلاك هاك كول. كول
على بركة شي الله خوشي البحر باقي ما هربش بزاف، ولكن نديرو دويرة هنايا. هنا كيقدر يكون شي روطالات، يقدر يكون شي لعيبة هرب على البحر وبقى حاصلة. مهم توكلوا على الله هو الرئيس، راه غادي يشوف شغله. هاي اخوتي الشبكة ديالنا، شي الطريقة كيفاش حطها. هاتي اخوتي المشحل بارد، واو واو واو. بهالطريقة اخوان كتكالى الشبكة كيف ما لاحظتوا، محطوطة على الشط كامل صافي، كشبات الليل كامل تما. واو المشحل بارد، واو واو. ارجع ارجع. دخل والرئيس راه فك الشبكة هو جاي. كيف ما كتشوفوا راه صباح الحال، شو على شروق ما شاء الله على ديكور كيدير. فين الرئيس؟ خير انت كيدير؟ الله يحفظك. واش كاين شي حاجة؟ واخو صباح الحر اليوم واعر ياك، نزل قليلة كنا واحد الشاحن لها ما تشهر هو طبعا. الحمد لله الحمد لله. راه الشوب حر قاسح وبارد كما كتعرفوا اخوتي، البحر الا كان بارد والمنزله شويه صعيبه راه قليل فين كيكون الحوش. وهذا هو حال الصياد، راه كما قلت لكم على الصباح، كاين النهار اللي يكون مزهر وتشد الحافيل زوينه، وكل شي نهار ما تشد والو. هذا هو البحر، ماشي ديما كيعطي. تخيلوا لي اخوتي تكون يوميا كتفيق على هذه الاجواء هذه. تخيل السكنه متواضعه، كتخرج كتلقى قدامك اجمل منظر بحال هكا، كتمشي كتجمع البركه ديالك والقوت ديالك المعيشي من البحر، لقيتي شي حاجه وداك ما لقيتيش شي حاجه راه كترجع. المهم الحال ربي وما كيخيب حتى شي واحد، بحال اليوم لقينا شي بياسات وكتجي كتشعل لهم عويفيا. الله على ترى الديكور هذا، اقسم بالله خويا تخلص عليه فلوس باش يعيشوا، ما غاش يعيشوش كيف ما هكا. شوف 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 منظر ولا اروع، واحد الشروق جاي ديال الشمس. تورينا اخويا الحصيله، وريني. الله 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 يبارك. لا انا شوش بارك الله، شوش 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 الحمد لله الحمد لله، هذا من فضل ربي الحمد لله. اللوز اللوز الله يجعل اللوز، الله يجعل البركه، الله يجعل البركه الحمد لله. شوش 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 ايوا الحمد لله. بدا كاين هاد الحصيله وترى هاد الحصيله هي اللي كاينه، الله يجعل البركه وصافي. صباح بحر واعر ما كاينش تحوت، الله يجعل البركه وصافي. المهم تنديروا السبب والكمن على الله. المهم الله يجعل البركه. تحجج على ثلاثه حلامات وثلاثه تقريف حتى شري غوات ما قريب شيم باقي تركلو. ودابا حنا دابا غادي نردوا واحد البريد او رديناه يطيب تتشحر وتشربوا الدكه مروسين والفطرو والراحي بالله. هذاك الشيء اللي كاين. تبارك الله على الرئيس. الله يبارك لك اخويا، الله يحفظك. طراخ اخويا انت طراخ. انت دكه ناضيه صح. اجمل دكه اخويا، اجمل بلاصه.
ورا لي ندوق الريف تاع الكار خويا. بسم الله بشاخ، وانا كنقول قال بشاخ خاصني ندوق. انا هادي داك الشيء الرئيس الله يلا ناض تبارك الله عليك. الله يحفظك لينا الرئيس، حتى الدكه ديال البحر راه حاجه اخرى. وعلى العود انا خوتي غادي غادي نفطر بالحوت. عرفت شنو ضرب الحوت يلا خارج شي حاجه عاوتاني اخرى. الله بريو مع اللوز اللوز داب ديال البحر هو هذا. واش مالك الرئيس طابش ولا باقي؟ لا باقي واحد شويه حلاك صغير طيب مزيان. حتى كنا الربيع شيا راه الربيع هو خارج لنا حلامه وزينت ليقامه. حلامه وزينت ليقامه علاش؟ خاصك تقولها ليقامه ديالها التومه البصله التومه الحامض تتبغي العطريه الربيع جنينه بدي دير لها هادشي ديالها شي طاجين المهم ديالها. واه جنات دابا هاد الحلامه هادي تتليق لكلشي فقر الدم اي حاجه. علاش تتاكل العشوب تتاكل الربيع؟ هذاك الربيع ديال البحر فيه فوائد بزاف. وانا تسمعوا شي ناس يجيو يقول لك حلامه سيدي راه مخيره تياخذوا مع ديك حلامه اللي كاين دوك الناس ما تعرفوش ليها تقول لك زفره راه تتاكل الربيع هي تتاكل العشوب ديال البحر. العشوب اه بحال هات الربيع ها هو الشيء ها هو الربيع في الخارج شتي تتاكل العشوب هذه هي فيها فيتامينات واعر بحال الماعز اخو شي ديال الجبال هي اللي تبغي طيبوها في الطاجين عطوا الربيع مزيان وتوما وداك الشيء العطريه ديالها تديروها مع الزيت وداك الشيء وتتعمروها تتعمروها بالعطريه ديالها وداك الريف ما عاد خطور. وتفكر لي الماكله ديالها كي دايره هادي شي شهيوه اخو شي في رمضان هادي في الفطور ان شاء الله الطاجين وتشوف كيفاش تجي ان شاء الله. حتى العطريه مزيان هي تتبغي الربيع والعطريه ديالها تتخلطوها وتتعمروها. الريف نديروا لهم شي طاجين ان شاء الله في رمضان في حلقه ان شاء الله صافي على مولانا ان شاء الله. ارى لي يا الريس ارى ارى لي الولي ما اللهم بارك الحلامه ديالنا طابت. هذا خوتي راه ماشي حراق باش تعرفوا هانتوما دابا غتاكدوا باللي ان هذا الشيء ماشي حراق. الجلد هذيك غير الجلد الحوش ما كنقشروه ما والو الا كنا غنشويو. هذا الريس انت اللي غدير اللمسه الاولى خاصها تبرد شويه هاني. شو الحيمه هادي الجلده هادي تشبرد الجلده تحيد الشيا على اللحم البيضه معلم الحيمه تاو. اللهم بارك بسم الله بسم الله ضرب. شو اخوتي شو اش كاين الريف بلا ملح بلا والو هادي بيت هادي بو 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 سخون سير الريف ضرب. ما هادي هادي الرئيس ندوقو اخو شي ندوقو هادشي كي داير بسم الله. شوف ها فوالا الله يحفظكم الخوت شي اللي كاين هلا هلا بسم الله. والله الا الخوت راك عزاز عندنا ان شاء الله الحمد لله والله الا عزاز علينا بالله الرايف اخوت الحمد لله يا عمر الله سير الرايف ضرب طابوتنا الحمد لله خويا ترموا الشبك كان شي حوت راه تشوفوا هذاك الشيء راه ما كاينش شدينا شي حاجه غنبينوها لكم ما شديناش راه ما كاينش احنا بخير الحمد لله على الصياده ديال البحر من بكري قدام كاين الحوت راه كاين ما كاينش راه ما كاينش من الاخر هذا هو اللي كاين راه بالرايس
انا خويا الطحالب ديال البحر. شو الاعشاب شو الاعشاب. لا لا ودابا ندير ولادي في حقه ولي مشى هاك بس 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 باش واحد البنا ما نعاودش ليكم اخويا شبعكم الخوت سمعوه هكا البحر داويهم سمع شي متي يكون البحر داوي في الاتجاه ديال دار معزق تتكون تيكون تي الغوط الريح ديال كاسيدي تتكون الشتاجيه هاك الناس الاولين اللي كانوا في هذه البلاصه قالك الا دوات هذه البلاصه هنا تتسمع الموج بزاف بحال رعد هكا تتعرف الشتاجيه الشتاجيه في الاتجاه ولا شتي هكا تقول سيدي عبد الرحمن الغوط ديال الموج عرف مازال باقا الشمس شو الناس الاولين قالوا لينا شوف سبحان الله التجربه هذه اه الرئيس ضرب ضرب والله الا كاش قام بالله الحلال هذو كبيره ما شاء الله دي بغات شي طاجينه الرئيس ولكن شوف لا لا كاين الريح عاد يضربوا اه وتلجو تلجو تبدل عاد يضربوا قاع شي شحال موش موش يغوا شي بحر داو بسم الله فوقا واحد البنا فيها سمحوا لينا الخوت بزاف تنبغوا نذوقوكم ولكن راكم بعيدين علينا حنا ما تنبداوش نبينوا لكم الحوت نحمقوكم ولا حنا عارفين الحمد لله حنا ولاد الخير اللي جات ياكل ويشرب معنا الحمد لله ولكن سمحوا لينا ها هو لكم الحوت الصباح اجواء ديالنا الاجواء ديالو تتكون زوينه تتفطر دابا راه صافي تنسى دابا ما تغدى ما هو والله العظيم مزيان الحمد لله كما قال لكم اخوتي الرئيس سمح لنا بزاف بزاف الا كانت شي وحده كتوحم تسمح لينا كنبغيو نشاركوا معكم بحال هاد الاجواء الزوينين واللي كيعيشهم اي صياد هذه المعاناه ديال الصياد وكل نهار يقدر يجيب الرفيق ديالو يقدر ما يجيبوش هو والبحر شوف ربي واش مكتب لي ديك النهار شي قسمه ولا لا المهم نتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم اخوتي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي مغامره جديده واللي مازال اخوتي مش ابوناش ابونا ويخلي شي جيم شي كومونتير زوين وهذا ما كان اخوتي تهلاو من احسن بلاصه واجمل ديكور